ده مبدأي كاف ها يا عين صاد ده صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل لم نجعل له من قبل سميا تجيبيها مرققة من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو علي هين وقد خلق وقد ليش بتضيع منك القاف وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا عندك شغلة عدم الانتباه انك ضربتي المخرج ولا ما ضربتي وقد عشان هيك بتمرق عليك القاف ما جبتي قاف وعادي لازم تحسي ان القاف مشت في المخرج ضربتيها وبقوة لازم يكون عندك هذا الإحساس يعني لازم تكوني منتبهة لجهاز النطق عندك وقد خلق يعني الحين لما تقولي وقد ما عندك إحساس إنها انضربت إيش مؤخرة اللسان وقد ولا فوق عندك إحساس ولا ما عندك عندي طب ليش بتمرق عليكي يعني معناته أنت وأنت بتقرأي ما بتهتمي لجهاز النطق لازم يكون عندك اهتمامين اهتمام للمخارج كيف بتطلع والقراءة الصحيحة يعني تكوني حاضرة أثناء التلاوة انت ما شاء الله قراءتك كويسة عندك اللامات وقال رقق اللام شوي قال ربي لا شفتي قال لا اللام بتضلها لام حتى لو وراها را قال ربي أنى يكون لي غلام 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 خلاص عرفتي ايش خطأك انت من ناحية التطبيق الحمد لله كويس ضل عليك انك تكوني حاضرة اثناء التلاوة لازم تكوني مع نفسك
هذا بيعلمنا حتى انه الواحد لما يجي يخشع في الصلاة يكون حاضر مع نفسه. تيجي تقرأي في الصلاة شو عرفك قرأتي بخشوع ما خشوع؟ مش لازم تكوني حاضرة مع نفسك؟ هذا هو هذا تدريب. فلما انا وانا بقرأ اقول قال وانا حاسة انه الحرف القاف بضرب من مؤخرة اللسان على سقف الحلق يبقى انا ما حاضرة مع نفسي. لكن لما تطلع القاف مش قاف وانا ماشي مش حاسة يعني معناته انا مش حاضرة مع نفسي. هذه مشكلتك يا نادية، فتنتبهي لنفسك عشان الغين ما تتحولش لقاف ولا القاف تتحول لغين. انتو سودانيين فيها مشكلة كتير. انا حاسة شوفي وغد بلا وغد ايش عملت وغد بلا ايوه ما انتبهتي لنفسك قلتي وغد قد وقد بلغت ايوه بدك تكوني حاضرة مع نفسك عشان ما تغلط. انا مركز على الغين على الغين يعني الغين ماشي مرات بتضيع منك مرات بتيجي والقاف اليوم راحت منك القاف ليش؟ لانك مش حاضرة مع نفسك. بدك تتدربي تكوني حاضرة مع نفسك اثناء التلاوة لابد. قال انا حاضرة انه القاف ضربت من اخر واللام رققتها لو طلعت قال ربي قال الله لا ربي خطأ خطأ. يبقى لازم اكون انا اسمع نفسي واكون حاضرة مع نفسي. هذه بدك تتدربي عليها كويس. كيف تتدربي عليها كويس وانت بالصلاة؟ ما تيجي تقرأي في الصلاة كوني حاضرة مع نفسك بخشوع. كيف تقرأي الفاتحة؟ كيف تقرأي تمام؟ واضح الكلام؟ الصلاة بتخليك توصلي مع القراءة تمام؟ بارك الله فيك.